طبعا بعد نخش على الطبق بتاعنا، طبق سهل جدا وبسيط، السلطه. السلطه طبعا سهله جدا وهنقول على مقاديرها بشكل بسيط خالص. عندي عباره عن نص كيلو بطاطس صغيره بقشرها، بطاطس طبعا كلنا عارفينها، اي نوع بطاطس موجود متوفر في السوق، هجيبها زي ما هي كده وابدا احطها من غير اي حاجه على طول على شبكة الفرن واسيبها عندي تستوي براحتها. وعندي كمان 100 جرام فلفل الوان، عندي 50 زيتون اي لون احبه، اخضر او اصفر، سوري اخضر او اسود، وعندي كمان بصل حلقات، وعندي اي نوع من انواع الجبن البيضة او الشيدر بيبقى طعمه كويس قوي، وعندي كمان طماطم شيري بتبقى سهله قوي، وعندي كمان افوكاتو. الافوكاتو عندي النهارده هو صديق السلطه بتاعتي، سهله جدا الموضوع. هجيب عندي بول الاول عشان نبدا نعمل فيها السلطه بتاعتنا. بجيب عندي فلفل الوان، باخده الاول سوتيه على الطاسه او ادخله الفرن برده حسب الرغبه، هيديني طعم كويس جدا. وعندي طبعا الزيتون بتاعي اخضر او اسمر، ولو احب احط كمان فيه بصل برده ما عنديش مانع، انا عندي المخللات بحب اشتغل بيها كتير. عندي كمان الطماطم شيري هسيبها زي ما هي، سهله جدا الموضوع ما فيهاش اي نوع من الصعوبه خالص. البطاطس بقى هقطعها دلوقتي على اربعه بمقدار وحجم الطماطم شيري كده بالشكل دوت، زي ما احنا شايفين مستويه وجميله جدا. عايز اقشرها مفيش مشكله، بس انا عايز برضو اكلها بقشرها لان هتبقى ليها طعم وميزه مختلفه شويه ومناسقه مع الاكل بتاعي النهارده. كده بقطعها اي تقطيع على النصين حسب البطاطسيه بتاعتي، الفائده الغذائيه بتاعتها كويسه جدا، لان طبعا النشويات مع الخضروات كمان من غير، مش هديها النهارده ولا ملح ولا اديها اي حاجه خالص، ممكن اديها حبه زيت زيتون حسب الرغبه، مش كاتب مقادير فيها للتتبيله ولكن كاتب بس مكونات لتجميع الاكله بتاعتي. الافوكادو طبعا من انواع الخضار المفيد جدا وصحي، بس طبعا هو ليه ميزه مختلفه شويه. هنبدا مع بعض نقشره او نقطعه بطريقه حلوه، نجيبه بالنص كده، سهله جدا وبسيطه كده. بعد كده اجيب عندي معلقه وابدا احفره حفره كويسه كده معايا، سهله خالص كده، وابدا اطلعه بالشكل اللي احنا شايفينه كده من الجنب كده، او طلع معايا. ممكن اقشرها كامله لو انا عايز، وممكن اسيبها كده لو احب برضو. لو عندي هو ناشف، هتلاقي البذرة دي ناشفة كويس قوي. ايه الحل اللي عمله؟ هروح ماسك السكينة وضرب عليها ضربة كويس من النص، هتمسك هطلعها بعافية ايدي شوية وتبقى معايا كويسة جدا وسهلة. هاخد جزء منها، هبدأ اقطعه اي تقطيع، هقطعه مكعبات كده وابدأ ادخله عندي في السلطة بتاعتي، سهلة جدا وبسيط. وعندي كمان البصل الحلقات، هاخد منه جزء هنزله كده بالشكل اللي احنا شايفينه دوت، والجزء الثاني طبعا هبدا اضيفه عليها من على الوش مع الجبنه، وهتبقى طعمها كويس جدا وليها ريحه كمان مميزه. نقلب مع بعض شيش طاووق لحسن، ايوه هو ده اللي احنا عايزينه. اللون بتاعنا بدا يجي، تسويته طبعا خلاص باينه قوي ان هو البتلو، طبعا معروف هو ما بياخدش وقت خالص في تسويته، سهله جدا وبسيطه كده. نبدا دلوقتي نقلب مع بعض السلطه بتاعتنا بشكل بسيط. ممكن نديها زي ما احنا قلنا زيت زيتون بسيط كده، مش هديها ولا اي نوع من الاملاح ولا اديها اي نوع من الحاجات دي، لان طبعا احنا كده كده حاطين فيها مخللات او الزيتون موجود، وضفنا كمان من عندنا حبه بصل مخلل، فكده كده هي موجوده. في ناس تحب تحط عليها هريسه حسب الرغبه، بس انا بقول لا، خلينا كده ايه على طول من غير هريسه عشان خاطر برده ما يبقاش الموضوع كله سبايسي، حسب الرغبه كده. استاذ عفاف اهلا. الو الو، مساء الخير. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ ازيك يا شيف علاء؟ اهلا بيك يا فندم. الله يخليك، انا زعلانه قوي. ليه بس كده؟ انا عايزه اكلم حضرتك ومش عارفه. لا يا فندم والله، ده احنا اللي نكلمك والله. اول حلقه بدات امبارح لغايه ما تمت وما عرفتش، معلش من اولها. عندنا معلش، انا اسف، دي عندنا دي معلش. الله امورينا امر. الله يخليك. امورينا امر. الله يخليك. الله يخليك، تسلم ايدك على الحاجات اللي بتقدمها بصراحه. ربنا يخليك، ده من ذوق حضرتك والله يا فندم. الله يخليك. ممكن بس توطي التلفزيون شويه؟ ممكن توسط شويه التلفزيون شويه بس عايزينك؟ طيب عشان مش سامع حضرتك بس كويس. ماشي. ايوه. السؤال الاولاني عايزه كفته البطاطس. تمام حاضر، وايه تاني؟ تمام، والكولونيل ولا والايه؟ كولونيل. الكانيلوني. حاضر حاضر. حاجه تانية؟ كانيلوني. ايوه مظبوط، تمام حاضر. ايه تاني؟ ماشي. حاجه تانية؟